الوقفة الاحتجاجية هذه بمناسبة مرور سنة على منظمة الإعفاءات. إعفاءات الظالمة اللي صدرت في حق 57 قاضي يوم 1 جوان 2022، اليوم في 1 جوان 2023 يمر عليها عام كامل، عام كامل من القضاة اللي متردين، المعزولين، المعفيين دون أي سند قانوني، المعفيين بجرة قلم من السلطة التنفيذية، المعفيين دون ملفات قضائية ودون نسبة أي نوع من أنواع الإخلالات للغالبية الساحقة متاعهم. عام كامل وقضاة من غير أجرة، عام كامل القضاة من غير تغطية صحية، فيهم شكون عمل جلطة، فيهم شكون تم إيواءه بالمستشفى، فيهم شكون عمل محاولة انتحار، لأنه القاضي وقت تعفيه فإنك أعدمته، هو إعدام اجتماعي، هو إعدام قانوني، هو إعدام نفسي، هو إعدام عائلي، تعدمه هو وتعدم عائلته معاه. اليوم زملائنا يحضروا معاهم عائلاتهم، ثم اللي جاب زوجته، ثم اللي جاب أبنائه باش يوري اللي هو راهو عنده سنة وسيف الظلم مسلط عليه، لأنه الإعفاء هذايا بإجماع المجموعة الإنسانية الكل الكلها تجمع على أنه هذه آلية متناقضة ومتعارضة مع استقلال القضاء. استقلال القضاء هو أساسا تجاه السلطة التنفيذية، لأنه القاضي هو المحكم وهو اللي يبت في القضايا بصفة عامة، بما في ذلك القضايا اللي تكون فيها السلطة التنفيذية هي اللي طرف في هذه القضايا. ما ينجمش السلطة التنفيذية تكون طرف في قضية يمثل أمام قاضي والقاضي ذاك مصيره ومساره المهني يكون بيد السلطة التنفيذية. الملف هذايا إلى حد الآن هو يراوح مكانه، رغم إصدار الأحكام، أحكام توقيف التنفيذ من المحكمة الإدارية نهار 9 أوت 2022، رغم محاولات التنفيذ المتعدة والمتكررة، إلا أن السلطة التنفيذية ووزارة العدل ترفض إلى حد الآن أنها تنفذ أحكام المحكمة الإدارية اللي هي أحكام باتة لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن. وهذا أكبر خرق لدولة القانون، أكبر خرق لسيادة القانون، وأكبر خرق للنظام الديمقراطي، لأنه ما فما حتى معنى لأي نظام يدعي أنه نظام ديمقراطي ما تتنفذش فيه الأحكام وما تتطبقش فيه الأحكام وقت تكون الأحكام هذه باتة. احنا ماناش ضد محاسبة القضاة، لنقولها ونعاودوها، ماناش ضد محاسبة القضاة، والقضاة مهماش فوق القانون، والقاضي اللي ارتكب أي نوع من أنواع الإخلالات أو أي نوع من أنواع الجرائم يتحمل مسؤوليته كاملة، ولكن بوصف مواطن عنده الحق في الدفاع وعنده الحق في قرينة البراءة وعنده الحق في أنه يطلع على الملف متاعه وأنه يدافع وأنه يتمتع بمبادئ المحاكمة العادلة. وللأسف هذا الكل ما تثماش منه وما تطبقش في ملف القضاة المعفين. هذاك علاش احنا دعوتنا من خلال الوقفة الاحتجاجية هذا للسيد رئيس الجمهورية أنه يرفع هذا الظلم الكبير اللي مسلط على القضاة اللي معفيين، وأنه يأذن بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، واللي يعمل يخلص وفق الإجراءات. وإن شاء الله يكون صوتنا وصل. احنا أرسلنا عديد الدعوات، ما يأسناش، ما زلنا نرسله في الدعوات، ونقول الملف هذا أساء كثيرا إلى تونس، أساء كثيرا لتونس في الداخل وفي الخارج، رجاء رفع هذه المظلمة في أقرب وقت ممكن. روضة قرافي، رئيسة سابقة ورئيسة شرفية لجمعية قضاة التونسية. احنا اليوم نحييهم عن ذكرى مؤلمة حزينة، هي ذكرى 21 جوان 22 اللي عزل فيها رئيس الجمهورية 57 قاضي بأمر عدد 576، اعزلهم من غير تمكينهم من أنهم يطلعوا على ملفاتهم ومن غير تمكينهم من أنهم يمارسوا حق الدفاع على أنفسهم. احنا مش ضد محاسبة القضاة، ولكن العدالة والحقيقة لا تكشف، وما يمكن يتحاسب حتى حد إلا ما يكون عنده الحق في أنه يتمكن من دوسيه ويرد على كل ما يتنسب له من تجاوزات أو ما أخذ به. العملية هذه كانت عملية خطيرة جدا بالنسبة للقضاة المعفيين، لأنهم تظلموا في إعفائهم بهذه الطريقة. خطيرة جدا، لأنه إعفاء القضاة هو يتعلق بفاعل في دولة القانون اسمه القاضي، اللي هو يحمي الحق والحرية. حامي الحق والحرية وقت اللي يولي يستهدف يعني بالطريقة هذه ويطرد، فهمتني، من رأس السلطة التنفيذية، هذا أشاع أجواء من الرهبة
والخوف ويشيع أجواء من الرهبة والخوف في صفوف كل القضاء والقضاة اللي ما عادش تكون بوصلتهم تطبيق القانون، وإنما بوصلتهم هي إرضاء السلطة اللي هما تابعينها واللي تنجم من غير ما تمكنهم من أدنى حق دفاع تطردهم، مش تطردهم فقط وإنما تلاحقهم ويلقاوا رواحهم متبعين في قضايا خطيرة وقضايا إرهابية. واليوم معناتها بعد عام فهمتني ما يشهدوا المجتمع التونسي من تراجع أداء القضاء في حماية الحقوق والحريات، نشوفوا في كل مرة تثار قضية متاع رأي عام عندها علاقة بالحقوق والحريات وآخرتها قضية نابل وقضية إيقاف الطالبين والارتباك والفضيحة اللي صارت فيها والخروقات الإجرائية اللي صارت فيها، تعطي أكبر دليل على أجواء الخوف والترويع اللي يخدموا فيها القضاة. على خاطر ثم تفصيل مهم جدا اليوم نقولوه، بعد عام من عجز 57 قاضي، هل أن متوانسة اليوم العدالة تحسنت بالنسبة لهم في أدائها؟ هل أن حقوقهم وحريتهم محمية أكثر؟ بالعكس، اللي نشاهدوه أن العدالة في المحاكم ما ارتقتش للجودة اللي يطلبها المواطن التونسي، وأن حماية الحقوق والحريات ما ارتقاش كذلك لذلك. اللي نسمعوه احنا انه القضايا اللي يكونوا فيها امنيين القضاة عادة ما يتستروا على الامنيين، والا انها تتوجد تواطؤات بين الامنيين والقضائيين. نحب ننبه الرأي العام اللي راهو المشكل اليوم اعمق كبير من ذلك، وباش نربطوا بهالذكرى الأليمة هذه نتاع اعفاء القضاة. القضاة تم اعفائهم بناء على تقارير امنية. انا من 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 ما نتجناش على الامنيين، الامني اللي يخدم خدمته في نطاق القانون هو محترم، فهمتني كيفاش، ونحن لا نتجنى عليه، ولكن وقت توقع خروقات في حقوق المواطنين من الامنيين في دولة القانون، شكون يحمي المواطن؟ تحدثوا على المواطن التونسي البسيط كيف البن، هو القاضي. القاضي اليوم اللي بالفيشة الامنية فيها سطرين يطردوا رئيس الجمهورية باش يكون من القوة والراحة معناتها في بيروه وفي موقعه في أنه يحمي التونسي في حقه وحريته وقت اللي يتجاوز في حقه الأمني، الجواب هو ليه. وهاو نشوفه في كل مرة وقت اللي تجي مسألة تتعلق بالحقوق والحريات والتعاطي الأمني، ما نقولش من كل الأمنيين، نقول من بعض الأمنيين طبعا ديما تنسيناه، وتطرح ديما مسألة القضاة يغطيوا على الأمنيين. نقولوا اليوم القاضي اللي يخدم تحت رحمة البطاقة الأمنية وإعفاء السلطة التنفيذية راهو هذاك التهديد الخطير للتوانسة في حقوقهم وحريتهم، وكل مرة تتعاود هذه القضية قضية التجاوز يعني الأمني في حق في في في, في حقوق يعني المواطنين. رضا بوليما عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم 1 جوان هو تاريخ ذكرى إعفاءات الزملاء السادة القضاة، 57 قاضي تم إعفائهم في 1 جوان 2022، هو إحياء لهذه الذكرى الأليمة بالنسبة لزملائنا القضاة اللي عام كامل معناها دون أجر ودون معناها التمتع بحقوقهم المادية والمعنوية، تم إرجاعهم من طرف بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء. الأحكام الإدارية القاضية بإيقاف التنفيذ لم تنفذ إلى اليوم، لم تنفذ من طرف وزارة العدل، خطر هي أحكام قاضية بإرجاعهم لسالف نشاطهم وإيقاف تنفيذ قرار إعفاء، إلا أنه وزارة العدل إلى اليوم إلى يوم الناس هذا تماطل في تنفيذ تلك الأحكام، ما جعلهم في وضعية معناها وضعية مهنية فعلا مهنية كارثية، وهما اليوم يناضلوا وواقفين وإحنا نساندوهم مع برفقة هيئة الدفاع عليهم ويترأسها الأستاذ العياشي الهمامي لإسنادهم ودعمهم في تحركاتهم المستمرة، وهو وقفة لاستقلال القضاء معناها وقفة
وقفة لتجديد مبادئ استقلال القضاء وتبقى المعايير الدولية وللقطع مع أنه تكون السلطة التنفيذية معناها هي تحدد المسار المهني والمسار الوظيفي للأستاذ القضاة.